بخصوص الإيفال عشان تعرف إنه هاي الدالة، هاي الدالة موجودة في البايثون. ثواني بس يشتغل. موجودة أنت عندك في البايثون، وإيش الغرض منها الأساسي؟ الغرض الأساسي منها إنه أنت تعمل evaluation لإكسبريشن. إيش يعني evaluation؟ إنه أنت تعمل حساب لعملية حسابية. تمام؟ فهذا الكلام ممكن أكتب لك إياه هنا كنوت، إنه أنت عندك هيو فتح بشكل سريع. انت فعليا دالة الايفال انه هاي اكس بتساوي ايفال، وهنا بدك تحط لي سترينج. الغرض من دالة الايفال تعبير حسابي. ايش معنى التعبير حسابي؟ انه انت ممكن تيجي تقول له هنا 3 × 4. فعليا دالة الايفال ايش بتسوي؟ بتروح تطلع على الرقم الاول، هذا عبارة عن رقم، فبتروح بتحوله من string لانتجر لانه هذا string. بعديها بتطلع على الرقم الثاني، هذا عبارة عن عملية ضرب، operation اوبريتور يعني هو إشارة الضرب. بعديها هذا رقم بتحوله من string لانتجر. طب لو كان 33 او 32 بتحول هذا لحال وهذا لحال؟ لا، تاخذهم الاثنين سوا. تمام، وبتحول لك اياهم لانتجر، يعني حيكون 32 × 4. ثواني بس، 32 × 4، 32 × 4 قديش؟ ١٢٨. تمام؟ هاي دالة الإيفال، هذا الغرض الأساسي منها. حكيت أنت ممكن تريح حالك، أنا مش عارف الانبوت انتجر ولا فلوت، فممكن إنه أنت تستخدمها، تيجي تقول إيفال 32. تمام؟ وتروح تعمل زي هيك، تتعامل معه كرقم بس، بروح بيجيب لك إياه كرقم. طب شوف التايب تبعه، هاي الإكس وهاي تايب إكس. هاي 32 وانتجر. طب لو قلت 32.2 هيك بتريح دالة الايفال، لكن مش هذا الغرض الاساسي تبعها. الغرض الاساسي تبعها انه انت تعمل لك ايفالويشن اكسبريشن. تمام؟ الان لو بدك تعمل كالكوليتر تسوي هذا الكلام، ايش بدك تسوي؟ بدك تقول ايفال وتقول له هنا انبوت، وهنا تقول له انتر يور اوبريشن. هنا تقول له ريزلت اكس. فهنا ممكن انه انت تدخل 3 × 4، قديش الناتج؟ 12. تمام؟ طب هنا لو قلت له A × 2 ممكن تدخلها على التراي والاكسبت. تمام؟ طب لو قلت له هنا 3 × 0
زيرو ديفيجن ايرور، وممكن تعملها الاكسبت لنفس اللي حكيت لك اياه تمام. لكن الغرض من انا اعطيتك اياها اف الف الف الس انه انت برضو تتمرن عليها. فممكن انا اقيدك اجي في الامتحان اقول لك اكتب برنامج اعمل كالكوليتر، بدك تكتب لي اياه بنظام الاف مش بنظام الايفال تمام. واضح؟ حتى لو كان في عندك مسافات بيقدر ان هو يتعامل معها تمام. في اي سؤال؟